الكلية في الفاعة ونزلنا امتحنا ودخلنا في الابتدائية أول 24 آخر 28 ضمن 9 أو 10 مدارس اللي هي مدارس العواصم اللي بتروح للخرطوم لفتح السنة الأولى أو الفصل الأول من كلية غزون. ذهبنا وامتحنا والحمد لله نجحنا ودخلنا كلية غزون في أول 28 عام 1928. وكلية غزون كان فيها مدرسين للغة العربية شيخ البشير الفضل وأمثاله، وكان بقية المدرسين منهم الإنجليز السلسلي وغيره، وإلى أن أكملنا إلى أن جاء نوفمبر 1924. 1924 حدث تفخر به ذاكرة السودان البطولية، ونحن كنا متأثرين بالموجات السياسية اللي ظهرت في السودان، الحزب السوداني، الحزب الاتحادي، حزب الأمة. فكانت لنا فكرة في مسألة تخفيض مرتبات الطلبة، واجتمعنا وقررنا أنها السنة الفرقة الرابعة، سنة رابعة هي التي تنفذ الإضراب وتستمر 3 سنوات الأخرى أولى وثانية وثالثة في دراستهم. وفعلا بدأ الإضراب في نوفمبر 31 واستمر قريب من شهر أو شهرين. تخرج شاعرنا وبدأ حياته العملية، فإلى أين قادته أقداره؟ بعد ما خرجت من المدرسة اشتغلت مع بابيك البدري في أم درمان في الأحفاد لمدة سنة. بعد كده طلعت واشتغلت في سكة حديد حوالي 10 سنوات، اشتغلت في الخرطوم ثم في عطبرة ثم انتقلت إلى الخرطوم مرة ثانية، وانتهت مهمتي مع السكة حديد. بقيت حر واشتغلت بالأعمال الحرة ثانية، تجارة وغيرها. إذن من رفاعة إلى عبرة بدأت تظهر شاعرية الأستاذ محمد عثمان عبد الرحيم، وذلك في الوقت الذي بدأت تتململ فيه الأمة ممثلة في ظهور حركات التحرر الوطني. زادها كلمات وأشعار المستنيرين وأبطال هذه الحركات. فبدأنا نقرأ لمحمود باشا سامي البارودي، وهذا يمكن يكون أكبر رجل أنا تأثرت بشعره، وهو يقول: لا عيب فيا سوى حرية ملكت أعنتي عن قبول الذل بالمال، لا في سرنديبة لي إلفا أجاذبه فصل الحديث ولا خلا فيرعى لي. هذا يعني أن صناعة الشعر عنده تتقد من شعلة الحرية والتي شرارتها أخذت تتلظى في داخله. العلم السوداني هو رمز الحرية، ولذلك يجب علي وأنا شاعر حييت العلم ساعة رفع في مدينة عطبرة، هو رفع في الخرطوم وأنا كنت في مدينة عطبرة، فقلت: علم الحرية الحمراء رمز التضحيات والكفاح الصلب والثورة في وجه الطغاة
لك أن تخفق بعد اليوم في كل الجهات، في الربى الشماء، في الكثبان، في المنخفضات، شارة للبعث والعزة عنوان حياتي. فأفديك بمعناي وحسي وبذاتي، بل يفديك بنو النيلين أحفاد الكمات، بل يفديك متى شئت اتحاد الفتيات. علم الحرية الحمراء يا رمز الجمال، ارتفع في عالم الجوزاء وشم العوالي، بالثنائية طوح بصليب وهلال، وامحو عن سوداننا الحر بقايا الاحتلال. نحن لا نرضى ولا نقبل إلا للرجال، حسبنا وضع نجيد دمية عند جمالي، حسبنا من موقف الثورة ميثاق القنال، لن نشوم الشعب مجد الشعب، مجد الشعب يا مصر بمالي. هذه الكلمات ظلت تتغزل في عظمة هذا الوطن مع كل إشراقة شمس، التي ألهبت المشاعر الوطنية في نفس السودانيين، وجعلت من أنا سوداني مفخرة للتوحد والقومية، وشعارا لمعاني التحرر والانعتاق. هذه الكلمات كانت لها أيضا قصة. أنا فكرت في أنه لابد من وضع نشيد للسودان، لنعرف أولا العالم العربي بالسودان، ثم العالم الخارجي الأوروبي. فكتبنا قصيدة أنا سوداني، وأديناها حسن خليفة العضراوي في عضرة، والرجل لحنا وعرض علينا ووافقناه وتغنى بها. كل أجزائه لنا وطنه، إذ نباهي به ونفتتنه، نتغنى بحسنه أبدا دونه، لا يروقنا حسن. لو هجرناه فالقلوب به ولها في ربوعه سكن، حيث كنا حدت بنا ذكر ملؤها الشوق كلنا أمن. نتملى جماله لنرى هل لترفيه عيشه ثمن، غير هذه الدماء نبذلها كالفدائي، حين يمتحن بسخاء بجرأة بقوى، لا يني جهدها ولا تهنه، تستهين الخطوب عن جلد، تلك تنهال وهي تتجن. أيها الناس، نحن من نفر عمروا الأرض حيثما قصنوا، يذكر المجد كلما ذكروا وهو يعتز حين يقتلن، حكموا العدل في الورى زمنا، أترى هل يعود ذا الزمن؟ ردد الدهر حسن سيرتهم، ما بها حطة ولا درن، نزحوا لا ليظلموا أحدا، لا ولا لاضطهاد من أمنوا، وكثيرون في صدورهم تتنزل الأحقاد والإحن. دوحة العرب أصلها كرم، وإلى العرب تنسب الفطن، أيقظ الدهر بينهم فتنا، ويا كم أفنت الورى الفتن. يا بلادا حوت مآثرنا كالفراديسي، فيضها منن، قد جرى النيل في أباطيها يقفل العيش وهي تحتضن، رقصت فيكم الرياض له، وتسن طوفونها اللبن، وتغنى هزارها فرحا كعشوق حدا به الشجن، حفل الشيب والشباب معا، وبتخليصك القمين عنو، نحن جروح للسودان فدا، فلتدم أنت أيها الوطن. الشاعر محمد عثمان عبد الرحيم
شاعر عملاق، صفاته جمالا بغير غرور، وقوة بغير عنف، وشجاعة بغير شراسة، مثقف ثقافة ليست محصورة في محيط محدد، مشعل باهر ذو فضائل كثيرة على رفاعة وعلى السودان أجمع. فما العيش من محمد عثمان إلا أن نموت أعزة، وما الموت إلا أن نعيش ونسلم. الأخ محمد عثمان ناضل نضالا شرسا طيلة فترة الحركة الوطنية، بدءا بعطبرة وبود مدني وبرفاعة. حياته كلها كانت نضال ضد الاستعمار وضد الطغاة في هذا السودان الواسع الكبير. أخونا محمد عثمان ما تحدث عن التعليم، وأنا أدي حاجة بسيطة جدا في أبيات شعر بسيطة. سنة 54 في المهرجان الأدبي اللي عقد في رفاعة، الأستاذ محمد بعد ما تحدث عن المرأة وجهلها والرجال وجهلهم وجبى بكر بدر، قال: كل هذا السودان أهلي وداري، كل شبر في جانبيه، مكاني في ربوع الجنوب أبناء أمي، من قديم العهود والأزمان نحن منهم، وإن طال أخو اللغو وعاست أنامل الطغيان الاستعمار، ولأهل الشمال والشرق والغرب فؤادي فكلهم إخواني، غير أننا نكرم اليوم دارا رفاعة كأثينا في نهضة اليونان، رفعت كالمنار في ظلمة القطر، ورنت في سمعه كالمثاني. الحقيقة طويلة جدا القصيدة. محمد عثمان عاش في مدني، وكان مع ناس احمد خير والشيخ مدثر، كان في مدني مع احمد خير والمواطنين من جميع الاحزاب، كان رجل واحد في المظاهرات، رجل واحد، وفي كل ما يقوم رجل واحد، فكان يشعل نيران الوطنية محمد عثمان عبد الرحيم. وكان ماسك مطبعة نقد الله سنين عددا، وكان في السكة حديث في عبرة في مدني، ولما جاء رفاعة نزل المعاش برضو مسك النادي الوطني، ولا كان بيأمنا الشيخ مدثر البوشي وناس الشيخ لطفي وناس كبار السياسيين، الشيخ خالد الطيب، الشيخ نور التنقاري، كبار الموظفين. وكان الحركة الوطنية يعني مشتعلة بفضل أولئك الرجال. يعني الشيخ مدثر البوشي ده لما يجوا ناس عبد الرحيم يدخلوا النادي، الخواجات بيخافوا ويرتجفوا منه. فيناضل وكافح ولا يزال يناضل ويكافح وزارته للشعب، دائما مدخل الرفاع والنضال والكفاح. دي ناحية. كثير يتحدث عن الأستاذ محمد عثمان ويقول لك رجل ملتزم ورجل يعني متزن ورجل متحشم ورجل عفي لسان وعفي قوي في شعره كده. دي راجعة إلى تنشئته وتربيته. هو نشأ في بيت علم وبيت دين، أبوه كان من كبار الخلفاء السادة المراغنة، بيت دين وعلم، وكانوا الرفاعة كانت يعني العلماء اللي كانوا في رفاعة في مدرمان ما في. فمحمد عثمان بحكم بيته وبحكم عدد العلماء الكثر اللي كانوا في رفاعة تأثر بها بالبيئة، تأثر وكمان هو من التلاميذ، تلاميذ الشيخ عبد الله البنا ابن بجدة اللغة العربية، ابن بجدتها الشيخ عبد الله، درس هو واستفاد منه كثير، حتى لو حط في ديوانه براسيه رسالة يدل على أنه طالب وفي لأستاذه، وصفه وصف كريم يعني شاعر شعراء السودان. يا رائد الفكر يا حادي مسيرته منذ البداية حتى شارف القمم، يا شاعرا رفع النيلين مرتبة وكان في مهرجان الملتقى الحكما، يد الأولى رفعوا للشعر رايته وحارب البغي والطاغوت والصنما، كان المجلى غداة السبق منطلقا عزما ومندفعا في أفقه همما، مثل الشهاب الذي يلقي بطاقته
مدمرا لقلاع الظلم ملتحما. لو كان شوقي إذا ما أنصفوا علما في مصر فلنبكي في سوداننا علما. يبكيك شعبك عرفانا كما انهمرت منك الدموع على أم اللغات دما. عم عثمان رجل متواضع، رجل بسيط، ما رفاعه دي كلها تدل بالفضل. رسى كل من مات رساه، وكل مناسبه قال فيها وكتب عنها شعره. لازم كثير الدوائر كلها تجي رفاعه، كثير بدون رفاعه ورجال رفاعه، شباب وغير، وكل المحسن وكل الرجال اللي عملوا رفاعه والوطنيين تحدث عنهم عثمان عبد الرحيم في دوامينه. نعم، في وده ومضاد ده طلع دوب لسه الثالث لسه جاي في الطبع حيجي، وهو بيلقى لي ده الختام. فانا قلت له ما حيكون الختام، حتطبعه وانا عارف شاعرتك متوقده وما بتقدر تسكت، جات اي حاجه انت حتكتب الشعر برضه حيكون الديوان الرابع. يبقى زي شوقي اربع اجزاء، ما ثلاث، زمان علمونا ثلاثه لكن وجدناهم اربعه، فان شاء الله يكون الرابع مع عثمان عبد الرحيم. يا لها من كلمات ساحره يصعب شرح شعرها ويسهل الشعور بها واستشعار معانيها، فحق لشاعرها ولنا الفخر بها. ولكن أكانت هي مجرد قصيدة؟ الأستاذ أحمد علي جابر يحدثنا. محمد عثمان يعني اعتقل وكافح، مرات اعتقل ومرات نفد من الاعتقال، لأنه حتى الشرطة في مدني نحن نذكر كنا في حنتوب كم واربعين، المظاهرات دي كانت بتقوم وبيعملوا حماية للمواطنين زي أحمد خير ما يضربوه وما كده، يعني كان الكوندان السوداني كان بيحمل المواطنيين، دي حقيقة كانت. فالأستاذ محمد عثمان يعني وجد جنرال ضرب وعذب واتكسر وكله ده كله قبله، لكن وجد كان في حمايه، لان البلد كلها كانت مواطنين، يعني الشرطه كانوا مواطنين، كوماندان السودان اولاد البلد كلهم كانوا مواطنين بيعملوا حمايه وبداروا بيغطوا اشياء كثيره. ناس سنه 51 المظاهره هنا انا كنت المتهم الاول فيها، فمحمد عثمان استطاع ان يكسر الشرطه ويهددهم من اولادنا ذات اولاد البلد ويغيروا الكلام ده الى كده كده، وفعلا نفدت انا ورمت 5 جنيه اللي كنت متهم الاول، وزاره التربيه كانت طلعت قرار اي طالب يشترك في يفصل، فانا فكنت الفدا انا لان كنت معلم انا ذاك. فضحوا كثير صاحب عثمان عبد الرحيم، ولا يزال للان اي حاجه في البلد محمد بقصائد بالشعر ويطلع فيها. كل هذا التفاني طيله 90 عاما، وما زال يحس شاعرنا أن هناك المزيد المزيد لأجل هذا الوطن. وبحر من الهيا خط عبابه، ولا عاصم إلا الصفيح المشطب توسطه، والخيل بالخيل تلتقي وبيض الظبا في الهام تبدو وتغرب. ورغم أنه اشتهر بنشيد أنا سوداني، فإن له قصائد أخرى لا تقل روعة عن ذاك النشيد الذي صار رمزا للوطنية وحداء لكل الحادبين على أمر هذا الوطن. وملاحظتي على هذا النشيد وأشعار محمد عثمان عبد الرحيم أنه ينحى منحا عروبيا وإسلاميا في إنتاجه، وقد تأثر في ذلك من قراءاته الأولى، وهو يحفظ للمتنبي ولجرير والفرزدق وبقية المحدثين من الشعراء، وله ذاكرة حافظة قوية كما لاحظتم. وإني كنت عندما أزوره أجده في حال أيبه بالمستلقي، لكن عندما يجيء المجال عن الشعر فإنه تدب فيه الحياة، وأقول لنفسي أن هذا الرجل يتنفس ويحيا شعرا. وكما لاحظتم فإنه قوي العريضة، مجدد في تعبيراته وفي أشعاره، محدث في كلماته، ويجيد التصوير
إنه يعطيك صورة حية متحركة للمشهد الذي يريد أن يتحدث عنه. وهذه ملكة من ملكات الشعراء المبدعين، ولا يروم أي مجال إلا وكان له فيه باع طويل. وهو عندما يتحدث عن المسائل العامة مثل الحياة في رفاعة والجروف والذكريات، تحس أنه يعطيك صورا حية ومتحركة. وعندما يتحدث عن المناسبات أيضا يؤرخ مثل المؤرخين ويعطي كلاما مفيدا. وهو كما ذكر قد نشأ في أسرة تهتم بالأدب والشعر، وله شقيق علي عبد الرحيم صاحب ديوان القبس الأول، وكأنهما شاعران متشابهان مثل التياني والشابي مثلا. وإن نحى محمد عثمان عبد الرحيم في التنوع في شعره في المناسبات وفي الوطنية وفي الغنائية التي لم يريد أن يبحر في بحورها طويلا، إلا أن شقيقه علي عبد الرحيم نحى منحا دينيا صرفا، فكل قصائده إسلامية وعروبية كما ذكرت مثل الأستاذ محمد عثمان عبد الرحيم. أكثر في شعر المناسبات، وكنت أتمنى أن لا يكون ذلك الإكثار، وهو ناتج من ملكة، وناتج أيضا من أنه إذا طلب منه في أي مناسبة أن يكتب قصيدة فإنه جاهز للكتابة. وشعر المناسبات لاحظت فيه أنه مثلا فيه مراسي، وهو رجل لا يعرف الخصومة، هذه ميزة من ميزاته، عنده السياسة والوطنية باب والعلاقات الإنسانية باب، فقد رسى أشخاصا كان ربما يختلف معهم في الحياة، لكن الموت كان أكبر من ذلك والمناسبة أكبر من ذلك. وكما ذكر الأستاذ أحمد في أنه تأثر بالبنا، فإني أرى أنه قد تأثر بمعلمهم الأكبر بابكر بدر، وهو أحد تلاميذ بابكر بدري النجباء الأوائل. وكثيرا ما كان يتنبأ لأولئك الطلاب والتلاميذ بأن يكون له شأن في مجال الأدب أو الرياضة، فقد كانت مدرسة بابكر بدري مدرسة متنوعة في الثقافة وفي الأدب وفي الرياضة. حزب السياسي أنا سوداني الحقيقة، يعني الحقيقة أني كنت وطني اتحادي، كنت وطني اتحادي وحب أزهري جدا، أحب إسماعيل الأزهري جدا، كنت وطني اتحادي. لكن من إذا دعوتم لحزب واحد خطر وقلتم من يلبي الآن، قلت أنا إني تحررت، ليس الحزب لي وثنا حتى أسبحه أو أعبد الوثنا. هذا يؤكد أن شاعرنا كان وما زال أحد الرموز الوطنية. أستاذ محمد عثمان عبد الرحيم علاقة بالحركة الوطنية في مختلف مراحلها، وهو استغلالي التفكير، وبالتالي كل قصائده جاءت في هذا المنحى. والحديث ذو شجون والشيء بشيء يذكر، فقد زامله الأستاذ سليمان كشة في مدرسة رفاعة الأولية، وهم أيضا من تلاميذ بابكر بدري، وكانت لهم صلات، كان يحضر لهم سليمان كشة في عطبرة، وهو في ذلك الوقت كان يؤسس لجمعية الاتحاد السوداني. الأستاذ الأديب محجوب عمر باشري أفسح لشاعرنا مساحة كبيرة ومقدرة في كتابه أعلام الفكر السوداني، وقال فيه: اتخذ الشبان من هذا الانفتاح ذريعة فأحيوا الحركة الأدبية، وكانت هنالك منافسات ومساجلات بين الشعراء، وكان محمد عثمان عبد الرحيم هو ناقد الشعر والمعلق على الشعراء في كل ندوة.
عالج محمد عثمان عبد الرحيم في شعره موضوعات لم يعالجها القدماء، لكنه التزم بالحس اللغوي الذي درج عليه الشعراء القدماء، وتمكن من الأساليب القديمة، وابتعد من العامية، واستفاد من طابع اللغة في تصوير صور جديدة تعبر عن شخصية السوداني، ولم يقطع الصلة بالتراث العربي القديم. فالعالم كان عنده منظما على أسس منطقية، وذلك لأن حركة التحديث لم تعم البلاد، والسودان في قبضة حديدية خططت له أن يسير على وجهة محددة. لم تساعده في ذلك أن لغة الشعر القديم تتفق مع هذه الحياة التي كان يعيشها السودانيون، لذلك لم يجد أمامه عقبات في المفردات والبحور والعروض. وطرب الناس لشعره لأنه كان يخاطبهم بما كانوا يريدون، فهو في سيادة تامة وسيطرة على موقفه كشاعر. وكان شاعرنا عضوا في لجنة الزعفران التي قادت أول إضراب للطلاب في السودان ضد المستعمر البريطاني، أحرز الجائزة الثانية في مسابقة الإذاعة البريطانية 1940، والمهرجان الأدبي الرابع الذي أقيم بالأبيض 1944. طبع ديوانه الأول رياض الأدب عام 1947 في القاهرة، وقدمه الشاعر إبراهيم ناجي. كان عضوا في اللجنة الفرعية لمؤتمر الخريجين بعطبرة، وأحد مؤسسي اللجنة الفرعية الأدبية بنادي الخريجين بعطبرة. عمل سكرتير اللجنة التمهيدية التي تحصلت على التصديق بقيام النادي الأهلي بعطبرة. كتب عنه الأستاذ الأديب الكبير محجوب عمر باشري، وأفرد له فصلا في كتابه أعلام الفكر السوداني. صاحب النشيد الرائع أنا سوداني الذي يؤديه الفنان الكبير حسن خليفة العبراوي. اشترك شاعرنا في مهرجان الإبداع الثقافي في مدينة والددني، وأحرز الوسام الذهبي والشهادة التقديرية والمرتبة الأولى في الشعر. نال الجائزة الأولى في الشعر العربي الفصيح في المسابقة التي أعدتها اللجنة العليا لأعياد البلاد بالعيد الثاني للثورة الإنقاذ الوطني. ترأس رابطة الأدب والفنون بمدينة رفاعة. فاز بالمرتبة الأولى في الشعر في المسابقة التي أقيمت بمناسبة العيد الثالث لقوات الدفاع الشعبي. منحه الفريق عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية معاشا استثنائيا تكريما له بمناسبة مؤتمر تطوير محافظة البطانة في يناير 1992. شموت بشعري بتشديده إلى الخلد بين أناشيده، وجريت أمجد في خلقه وحافظ في حسن تجديده، إذا أنا أمليت شعري الزمان تغنى الزمان بترديده، وأرسله في جميل الأداء بأروع فن على عوده، وعلمه الطيب كي يحتذيه مثالا لروعة تغريده، وشعري قد يستحس الخطى ويدفع بالركب في بيده، ويبقى على شرفات العلا كعقد لآلئ في جيده. ألا أيها الشعر حي شبابا يود احترام تقاليده، شباب توحد من طوعه على ضوء وحدة معبوده، شباب يعين على الحادث تبارس مجد القدامى وأمعن في فرط تمجيده، شباب يعين على الحادثات بوحي تنزل من جوده، إذا ما نمى البر في والد تغذت به روح مولوده. العم عبد الله أبو نورة كان وما زال مفتونا بصديقه يحدث نفسه عن بعض ملامح شاعرنا.
الراجل كان صديق لي وبيقعد معي طوالي، واي خبر بديني اياه. كان في قصيده عاملها لناس بيكلمني بيها وطوالي معانا، حتى في زمن بعيد كانت مساله الانتخابات، وهو كان بشكاتب في المجلس هنا. لما نجي داخل عليه الضابط يقوم علينا، ما داش محل شغل وده ما تعملوا فيه شيء وبتاع، وغايته امشي ونتلاقى تاني، يمشي معانا البيت هناك ورينا البيت ونحكي له بالانتخابات والمرشح منه وطالع منه وكده. بعدين كان عنده اجتماعات مع الناس كثيرة في المناسبات وفي الأعياد وفي بتاع، وصديق لكل الناس، كانوا يحبوه محبة شديدة وكانوا يألفوه في أي شيء، وأي شيء يكلموه به ويقول عنه قصيدة ولا يتكلم عنه. يعني كان بالنسبة لإرفاع يعني رجل مهم، ويعني مر في محلات كثيرة يخطب فيها في الأفراح وفي الأعراس وفي البكيات. وعلى أي حال رجل يعني قيم وليه قيمته، وكنا نحترمه احترام شديد وجعلنه زي أخونا الأكبر طوالي معانا في أي شيء. رفاع الفاتنة وأهلها كانوا على الدوام مصدر إلهام لشخصية شاعرنا ولكلماته. أنا من رفاعة من صميم ترابها، يغري انتباهي طينها والماء وحدائق غناء، آتت أكلها وبراعم وأجاهر ورواء، أبناؤها صحبي وغالب أهلها أهلي وجل شبابها نبلاء. الزائدون عن التراب بوسبة شماء تلثم رأسها الجوزاء، الصابرون على البلاء لأنهم رغم الضياع عزيمة ومضاء، الضاربون الأسد في هاماتها لما تخيل أنهم جبناء، وضعوا المدينة في مشارف وضعها، والخالدات تكاتف وبناء، وبنوا على الأنقاض صرح كرامة يعتز تحت ظلاله الأبناء، لم يظلموا أحدا لأن شعارهم إن الحياة تكاتف وإخاء، لم يدأبوا في سعيهم كي يحرزوا لقبا لتكبر تلكم الأسماء، الأرض تعرفهم وتهتف باسمهم وهي الكؤود الصلبة الخرساء. شهدت مدينتنا معارك جمة، شهدت مدينتنا معارك جمة يوم الذرى، بشبابها الدخلاء عصفت بمثل الذك وهو مؤزر، ووراءه البارود والعملاء، والقاصفات تئز ملء بطونها حمم ونار محرق وفناء، عصفت به وبرهطه وتقدمت نحو العلا فحلا لها الإرساء. الأستاذ أنور محمد عثمان عبد الرحيم حدثنا عن شعيرنا الكبير بلسان الإبن. ورث فينا كثير من يمكن الصفات الجيدة، وكان غدوة في كثير من الأشياء اللي أخذناها منه، وبيعاملنا معاملة كأننا أصدقاء بالنسبة له يعني، وفي سن متقاربة، والاحترام المتبادل هو الصفة الغالبة في هذه العلاقة. أما ابنه الطيب العائد من الاغتراب فكان مولعا بعبقرية أبيه. الوالد غرس فينا قيم الشعر والأدب والوفاء. كنت في دولة الإمارات العربية المتحدة، أرسلت له برقية، رزقنا بنت أسميناها سالي، فجاءني الرد وفوجئت بأن الرد كان في جميع جرائد دولة الإمارات العربية صبيحة اليوم التالي، الاتحاد والبيان والفجر والوحدة،
أقول لكم القصيدة. خطر النيل مبعث الآمال من أغاصي الجنوب حتى الشمال، يحمل الخير والبشائر والعيد جميعا في ومضة من جمالي. الرياض الخضراء والسلسل الجياش ينساب في الرياض الخضال، والمراعي فسيحة وعلى الشط بساط ممدد من رمالي. فتذكرت غرة ملء عيني هي بنت الغد المحبب سالي، هي ريحانة العشيرة والآل ومهوى خواطري وخيالي. هي بنت الكفاح في منبت العز أتت من سلالة الأبطال، أمها من أبي النبيل كريم وافر الكف في الليالي المحال، وأبوها موفق يبذل المال كأن لم يكن وربي بمالي. طبت أما وطاب والدك الحر وطابت مشاعري ومقالي، هو وحي الضمير ما كان أصلا حين أنجبته بوحي ارتجالي. قسما أنت شطرة من فؤادي أمل أرتجيه من آمالي، أنا لولا الأتعاب والزوجة الفضلى لوليت صوبها في ارتحالي، ولقبلتها على خدها الزاهي على أن يكون من غير خالي، ولأنصحتها على سرر المهدي على أن تظل حبل وصالي. تملأ الأرض فرحة جميلة وزفة من كمالي. حلل زمن الصبابات والحنان والخير والطقاشة والحش والنشل في البير، بطر الكورة واللخام والدلخير وبطر قبورة لاك بفانوس وما تبكين، بطر الفزعة بطر الجلسة في الدهشير، معالك تدي أطياف من حلب كشمير، بطر الكوشة بطر من الحلب زغبير، وبكتاب هانم المعجون تملي فطير، مات أبو فاطمة ورى السيد الإكسير، كان كوموسون دي أصبح حتة واحدة مديرة، كنا رباعة قص ما فينا من شرير، بيناتنا بشرة مع إنه كان أعور زول في الكرة الأرضية، ما قلنا ليه وعويل بيناتنا بشرة، ما قلنا ليه وعويل، نفرح ساعة ثم بليش تقبض الطير ونعمل هيصة حول مديرمة ومنيل، حملنا منازل الدفرة وجددنا السير وعدينا مرهو، لقانا عم البكير قال السوق ده حار، إياكم التأخير أقعوا السعدة والدفرة ولسان الطير، رجعنا مفتشين ومعانا عبد الخير، نقطع نلبس الدمور كأنه حرير، نلاعب بعضنا لا حط لا تصوير، وما فيش حد يقول لصاحبه يا ويل ويل. حليل زمن الرقيص والصفقة والتفسير، حليل الجودة واللنعة وظهور السير، والجبيل يزين في الدار زي الكير، والجبيل يزين في الدار زي الكير، والبافوري من مد النعية جبريل. ليلة الدشيش كان في زمانه خطير، لوش وردة طلع النخلة حتى الصيد خطف جدلان عوض، عدت كأنه بعيد ووقع في شيمة زي السوطة في التنين. أيام حلوة فيها حلاوة التعبير، الأرقان بيقولوا ليه ده الصفين، والعبد اللبين شايل مخارج بصير ونغط يشتري حليل لا فوطة لا بشكير. حليل أيام زمان كان لينا فيها ضمير، كان الزاهية كان الزاكية لها عذير، نفخر بالعرب ما بنفتخر بغير، ونرعى الخوة والآداب عليها نشير. ويتواصل عطاء أستاذنا محمد عثمان عبد الرحيم. سعيد الشاف رفاعة فيها يتعلم، بحاضرة البطانة من زمان معلم، جبل جرانيت صم كيفين بتتهدم، يمين وزني التقيل يوم الرماد يتخم، فيك الجد وفيك الخال وفيك العم، شبابك مستميت في حاجة ما خرم، عزيمة موت لغم موغوت وسيف وقلم، ده يوم يحمل وطيس نحمي الوطن بالدم، وحد تاريخك الناصع قروبنا عليك، من شبينا بترعرعنا بين يديك، شتول ود بدري انتجت الثمار الفيك، وشعر البن زان جيدك كحل عينيك، وحفاظ الضرير
غرس العلم حواليك وتور ياسين صدى قرآن في أذنيك. لطفي ومتبع وأحمد تفاخروا بيك، شيدوا فيك من أراد علمك البك فيك. فيك النهاية مستدك تراجع ليك رصاص الطيش، أشعل ثورة في ناديك، عمر البنا في النورمان بدا يغنيك، وشاعر يم ضفايل هز شوية مليك. وابنك شاعر الكماشة أبدع فيك ويلهم شاعرنا سوداني منك وليك. يا من هم رجال، يا مصنع رجال، صنعوا الفخار ذيك بالمال بالدم الغالي العزيز نفدي. أنا لو كان نشيت ما بنسى ود الهد، وبذكر عن يمين الفارس الأسود، صباح الخير أبو الشين اللباس الجلد، وأطلاب بحلاج الركع السجد، وكاسر قيد والطاه الشريف أحمد، دافع عن تراب أجداده واستشهد، جر السيف وقال والله ما تردد دي حملة كيتشنر، لازم تقيف في حد. والشيخ اللمين الهلالية بطل النظام كان شد، جبل هملايا لا بنزاح ولا بنهد، قال العش كفاح خلوا السمك تنقد، نموت ونخلف الذكرى وشباب الغد، يمين حولك بطانة عز عين فرسان، ناس عبدلة سيف الصاق عناس حسان، رجال سوج النبال في كفة الميزان، هزموا الغار حمر ذعين كفة شيطان، والحاد دلوا في وسط النحاص فنان، خلق من رقة الشاعر هدير بركان، مرض يومين يطير الزول محل ما كان، يهرسوا ويعجنوا قط ما بتقول انسان، عبد الله وحمد في الشاح عليهم شان، فراعنة في الدواس وبرامك في الاحسان، نحاس يقلب الفارس مصر رمجان، يضرب من حلايب يرمي في حلوان، دي بطانة غنية فيك عفة فحول وحشان، وغير عريقة من بهلبة للنعمان، دي حافظة البطانة. قصة حياة الشاعر العظيم محمد عثمان عبد الرحيم ممتدة العطاء، متصلة المعاني، عظيمة المعنى والمضمون، براقة الملامح والفصول، كمسبحة من نور، عسيرة الإحصاء، بعيدة الجذور، فقط يكفينا منها هذا العقد من البلور. في هذه السانحة بل وفي هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ كفاحنا الوطني، فإنني وصي بالالتفاف حول العلم بتنظيم في حزب واحد، هذا الحزب يخدم القضية الوطنية ولا تكون هنالك أي خلافات. وداعا أيها السيف المشرع يراعا، وداعا أيها البحر السائل مدادا، ودمت لنا ولهذا الوطن زخرا.